غزة لمدة عام واحد سنة كاملة كصعدة يحسوق كصعدة نعم وين لحن وصلنا لكن سنة إلهي بوحول بكصعدان وحيد انتنا شو هذا أي إلهي سبحانه وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى إلهي أقاضنيا إسرائيل نبض لو مصاحبه قريها قروح ضبضان إيت الأبيب نبض لو مصاحبه جدك نبض لو مصعده وضل النبض لو ممره الدونك واحد كان قلت كعم بار له ديمقراطية دي حرية دي عدالة دي أي شيء جنا ين دولة ده رجالباتك بلنك يقول كي كل عضي شن هي طبعا كقرني أو مسلمين تو أي شجين إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام صباحي شن هي طبعا كقرني أجويران لبدي قرني وقدم بيسي مويانه صدح هي طبعا ككله مسلمين تو أدونك أنت صبنا يجا كتلينا أي يجا أجوس الرئي أمر كودا سعودي شن تقارضت يجا حكومي أمر كودا كسعودي ما أنت أنا عكسي قوي ما أنت هدانو قلبات كأمرك كأيما لدك حكامة مسلمين تما أنت واه قبل ما مجا عابي كران هدانو أمرك هلك كأيما دول كودي يحوله هذي يدد كودي يومضه هذي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون آيلهاس أنكشك إني أي إله سبحانه وتعالى سودجيه سورة العمران أنكسوق هذا الني وحي سودقين غزوة أحد كدب لحدا آيضات بيكمديهين أو سودقي مركي دقال كل ماضي دقال كي أحد سنة كلابات سان أغنى هاي مسلمين تا سنة كي كوهاد دقال كي بدر أي قلين وكو قوليستين إلهينا سبحانه وتعالى سورة الأنفال بوكاكشكي هل كان مركي كو قوليستين قال دي تضباطنا ولا قد لي تضباطنا ولا قفاش تضباطنا قال قد لينا وحا اقوى وينا رقي قريش دعوة افر يطبنك السنو لسو دري رأي ابو جهل ابن هشام عتبة ابن الربيعة شيبة ابن الربيعة امية ابن الخلف اي غير قوت صناديد قريش عيلكي بدر ايال وقري هل كاسين اقول انتين وقبابين تضباطنا والله قفاشي ومركي دم حوالي سكفرتين تضبان قزوة احد سيدا صوكال الهي سبحانه وتعالى قوش مركي هراء دقال كبلو قيسة مسلمين تا الهي سيدو بلان قاد لكن مركي أي قاركود خلاف لي مالين أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أي خلافين الرقي بورت وجوجية كنتون كأها مسلمين تا إني دبر جبين تا كإلاليان أي ماشي كتغي مركي أركين مسلمين تا يقوليست أي قاركود قارك كلا كوي رهدين ورغنائم تا يحولها وحكا قادن قال ذي جبته وماشي إلهي وليه هاي قاركين الدنيا دونين قاركين آخر يدونين وادس خلافتين وادس قبقبستين واد نفشلنتين كلمة دا فشل كواحد لقيا وادتك قاركيس ما انت هدي اللي يراهضو إني كحنا قال هدي اللي يراهضو وين فشلن دي إلهي باب القرآن الكريم كأكو شيء قاية صحابة دي أياب اللغو لهض لياي حسابتن كا قرآن كو عيار إيو قفج عليسي إيو وحس كما جيران وإيو نظام لوغو تلقلي إلى قيام الساعة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أفرت أصفه أيال دجا جبك له إلهي سبحانه وتعالى وعلي سببته
فشل خلاف عصيان أمر ديدو إيو الدنيا ضون ضدك قارك يسكتري ورهدي الصحابة دي ضد كم ملا لقولها الله يسداس ما حد كم بلينا يسمى أنت قرنك الشنية تبنات يان الدنيا دونه يا أمر كيدي دي نبي عليه الصلاة والسلام يا أمر القرآن يا شبيه مسلمين تم أنت سداس وين 1 بليون هل بليون أو مسلمين كبدل سدا وين دلال كذا كنتن يا أفر ودن سدا هذا دوت وين فشلك عصيانك الدنيا دونك يا خلافك يتنازع إلهي ما نريد كل دارية أفر توبة محقق مكوين مسلمين تم أنت مسكوبها هدي كويهين او صحابة دي أفر تاسلوه ودور حلي جبكي كدعي أحد سيداباني أجبي هنكو قداشو ده أمرك او كسي الدرن وكليت إلهي مرك آياتك وحكو بيانية قوانين إلهي أي نصرك قوشة إيا جبكو وكحيرانيه معها هبل إي هبل قوم هبل إي قوم هبل قولادا النبي با كجرة إيا النبي كمجرة قولادان وقالوا يقولادان ومسلمين كليا ماها ماها كليا القوانين يا النظام يا السنة أن يسبدلين بها حكمت مد الله بعض اسم بدل شوح سنة إلهي أو وحوي مؤمنين تا أو اسكو حرن من لدن آدم يا نوح إلى آخر الساعة آخر مؤمنك وهل أمدوي هل أمدوي أو اسكو حرن اسكو سبع الله الله اسكو سبع قانونك أوليه أمداس قلدي كم ده أو إيمانك حقيقي أو شروط التي ماده أي قوش إلهي سبحانه وتعالى أوصية قلدي كتكته أما كبه ويده ولا جبنا أما قال لا جبنا إيسا أما دولك كقاذنا إيسا أما حولها كقاذنا إيسا أما لين إيسا أما حسوق إيسا قار كم ده قارك كدم بي يا نصر إلهي سينا يا أولي ماذا صوبته ولا امتحان يا أمرك امتحان كوداسنا أجر بكل يهينه آخرة ضد مؤمنين هديهين إلهي سبحانه وتعالى جنة وضم بيسيه ما هم معنى هذا آية ذهس وكل شيء يا إلهي سبحانه وتعالى إنه ينقال هذا تعالين ظالمين تنا تعالين إلهي سبحانه وتعالى حاشا وكلا مركة النصر جا أما جوش مر مركة قاركود أي هلا يان أي مسلمين تكاد كان يانا ما هي إنه إلهي جعلي هاي وحوي قانون كاس بيكتمي أو إيجانا امتحان بيقطه والدم بيقول اللي كردين يا مؤمن كإلينا يان مؤمنين تإلينا يان دبعتنا إيجينا يان حسوق إيجيسنا يان وحي كرسنا يان عذاب تبي كرسنا يان أوسي سياديس مؤمنين تنا إلهي سبحانه وتعالى امتحان كاس أيو قرينا يان يختبار كاس وحكلا تؤايده الشيء يان إلهي سبحانه وتعالى وحو الربا إنو أقاده امتحان نغاس مركا أكينا يقال هذا قوة قيسة مرارك قاركود يا سيدا ما انتبع أن أجد ما انتبع أن أجدنو وغزاء دوري أفرتم كن ومسلمين وحاسوقي هل مليون لبركعيي بقولك بس عاشن يسديد للك يدي للك الله لكي يدار هذا يدسم ياش هذا سند كاملة بي سعوتا سند كاملة أو أيام ديريهين أي سعوتا هريرو هذا واحد جوغا هل بليون أو مسلمين أي جوغا امتحانك كوين محوية امتحانك كوين محوية هاي ومداس هوغنيسة يا أو داوانيس فيلنك داوانيس سيدم فيلن إني داوانا يا نوكر قارنا على عال كل يكجران نيكي سوماليا هكبي باوحي روحب على الكميال هدي عير لقاردقو على الكميال على المحوطرة محوكينات على الحومك مركة وامتحان وليعلم الله الذين آمنوا حكمة دي كمتة إن لو قادوا مؤمنين تا وليمحص الله الذين آمنوا كوا إيمانك كسر نادر إن لا أجن هذا بالربا يكوا كشكيا أو قال هذا الرعاه أما قلبك هكر رعان
أما حولها كرعا أما نيدها كرعا أما قعنت ينكبها كرعا إلا كلا أقعد ولا كلا صاروي ويكلا عضاته ويتخذ منكم شهداء قال إنه شهداء إلهي إنك قسم يستوربا مربتان مياه إنه إلهي شهداء خاته شهداء لقاضا ولا سميسا حمزة يا كل إنت نبيك عذيرك رضي الله عنه يتطبات صحابة كم إذا رقعوا جعلاء نبيك عليه السلام في أحد فما وهن مئيا ضعيف تاسو كما بيجن إن إيمانك وذي كتغان أما الدين توذي كتغان أما كسقنان توذي كتغان وحلو باهي هاي وحوي إنا سقنانه إنا نصرق إلهي إنو إيمان أيو أما أنقه النقو يماذو أما غير كين هكو يماذي إنا نهوبينه نصرق إلهي إنو إيمان أيو وانا إيمان أيا هو إيمان أيا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ما أنك إن اللي يريدينك هبل هبلة هي أمضة هبل هبلة أو وقت جاس جوكته أيام قوش السنة إلهي مدهن مؤمنين تقبلن قاضي مؤمنين تهدينوا إنكم نقلنا وادع كرتا هدينوا لنا ما نشر ذي إن كنتم مؤمنين نحن الأعلون أنك أسرم مرينا سيدي هرب أصوص من مرين شن هي طبنك قرني أو مسلمين تو أي جوكين إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام صبحي شن هي طبنك قرني ugu yaraan labadii qarniyo u dambeysay mooyane 13 ka kale muslimiintu adduunka intiisa badan iyaga ka talinayay iyaga ugu sareeyay amarkooda socday shan taqaaradood iyaga xukumay amarkooda ka socday sultaanka ismaaniga ah ugu dambeeyay marka uu istanbul fadhiyay hungary iyo romania iyo yugoslavia gaaladu uma soo cayiri gari jirin gubernatore gudoomiye gobol ma soo magacaabi karin ilaa idin laga qaato sultaanka muslimiinta ah ee istanbul fadhiya halkaasay gaartay baawarka iyo cabsidu maantana cagsiga weeye maanta haddaanu galbeedka amarku ka iman dadka xukaamta muslimiinta maanta oo ah gobol ma magacaabi karaan haddaanu amarku halka ka iman dulkoodi iyo xoolahoodi iyo dadkoodi iyo umadoodi marka waasuno seen nasrigu ku iimaanaya xageed ka keenaysan nasr sunnada ilaahay cidna ma jecelaysku ma jirto antumul a'laun ha wa mu'minin dadka la hadlay ma aniga iyo adiga iyo hebel iyo hebel kelima ma asrigan ma qarnigan ma ma hebel ma ma hebel إلهي بلانتيسو ما دافت والله لا يخلف الميعاد ولقد صدقكم الله وعده إلهي وعدك سوى إذين فلي ها أو قال ذي واتات دمدك قد حدين أحد بلو قيدي حتى إلى إيو نصرك وحو إذين سعودي إلى إذنك أدلت ما دين سببتي نصرك اللقوين لها مقوش اللقوين لها حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة marka walaalayaal naam xusni baan naga haya waxa ka socda gaza limudda aam waahid sanad kaamila ka socda iyo xasuuq ka socda naam weynu la xanuunsanayna laakin sunna ilaahay bay wax walba ku socdaan wixii dhintana shuhada ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala biidhin ilaahay tabaaraka wa ta'ala ilaahay u qaadanaya taariikhdana way soo martay sunnaduna isma bedesho gaalada laftigooduna way xanuunsanayaan taasina hay ilaa wanaagsan haasaasu ilaahi subhanahu wa ta'ala kulli israa'il nabad looma saaxdo guryaha quruxda badan ee tal abib nabad looma saaxdo jidka nabad looma socdo wadada nabad looma maro adduunka waxay ka noqoto ka cambaar leh dimuqraadiyadii iyo xurriyadii iyo cadaaladii ay sheeganayeen dawladaha reer galbeedku banaanka iyo dhulka ay ku dhacday عد والبا وهذا المسلمين أهين لاتين أمريكا آسيا أفريكا ميل والبا مرضوا دي دول كي كل عضي وقاويهن أول واحد شيء كين جرين دتك وش شيء كين جرين دول كي كل عضي وعضاضي تاصل في جدو حكمة دوي إن حق عضاضه بعض الكو إنه فيدمه وجهي سب فوشحن إن لقى عضه وحقه وجهه سارنا يو كده بقولنا يو iyada laftigoodu xikmadda ay kamid tahay marka yaalna niyad jabin laakin hal la duceeyo hal la dadaalo iimaankana hal la suqto
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وحليه آيات أسمرك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قف والبة سرين تيسو وإنت إيمانك سليجي أنت إيمانك أقول ليجي هيبا سرين تمسلمين تونا نقونيسا هذه سرين تأذونا نقونيسا هذه إيمانك أنه هو سرد عنا سرين تسوين وينينا إلهي سبحانه وتعالى توفيق لهنا وفجي مسلمين تنا له قرقاره اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم ثبت المؤمنين في فلسطين اللهم ثبتهم في غزة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أيدهم بتأييدك وأيدهم بملائكتك اللهم سدد رميهم اللهم قوي عزائمهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم إنهم مساكين حفاة عراة فاحملهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عونا من عندك يا قوي يا عزيز اللهم كما أيدت المؤمنين والنبيك صلى الله عليه وسلم في أحد وفي بدر بالملائكة فأيدهم بالملائكة اللهم أيدهم بقوتك اللهم أيدهم بجنودك التي لا قبل لأحد بها بقوتك يا يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأقم الصلاة.